كل الفنانين بالوطن العربي يدورون في فلك روادنا وما بعد روادنا ومستمرين. الفن العراقي كما الشعر العراقي كما القصة العراقية كما الثقافة العراقية الخالصة يشتغل منتهى النبوية، ولهذا ممكن أن تولد أجيال وأجيال. يعني الأمل والرجاء موجود، الأمل إحنا نعيشه بكل لحظة، ولولا الأمل ما 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 كان شغلنا هذا. نرتكز إلى مرجعية وعندنا جذور قوية، رغم هذا نقول العراق ولود، يعني هالمشاكل كلها قد تكون وقتية لكن راح تنمي جيل كبير. العراق ولود، يعني إن تعسرت الحياة الآن فمعنى ذلك أنه أكو غد جميل ممكن ما حد ينتظره.